بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نجدد بكم اللقاء والترحيب من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، وفي لقاء وأمسية العمالقة ينطلق على بركة الله شوطنا السادس الخاص بالزمول من مسافة 8 كيلومترات، لأبدأ بداية مع مقدمة الأسماء وأتابع من يحتل المركز الأول في هذه اللحظات، من يتقدم على مقدمة الأسماء الختال لخالد بن حمد بن صالح الغفراني المري، مقدم لنا الختال على مقدمة الأسماء. بينما المركز الثاني أتابع الحضور والوصول من قبل هذا الشعار، هجران يا هجران عبد، هجران يا هجران عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، من يدفع لنا بهجران لينطلق في هذه اللحظة. ولكن من غير في هذه اللحظات مجريات الأمور وانطلق إلى مقدمة الشوط، وابل يا بن حمدون، وابل يتحرك في هذه اللحظات، أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي مقدما لنا انطلاقة وابل على أول المراكز. دور المركز الثالث لأتابع الانطلاقة، لأتابع صفوان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدم لنا انطلاقتي وتحديات صفوان على المركز الثالث. يتقدم كينج السيوف ليقدم لنا شعاره في أمسية العمالقة، وفي شوط يضم العمالقة الكبار. المركز الرابع أتابع الحضور والانطلاق في هذه اللحظات من قبل الختال، يتقدم خالد بن حمد بن صالح الغفراني المري، مقدم لنا الختال على مستوى المركز الرابع، تسلل إلى المركز الثالث. دور المركز الخامس لأجد الوصول، لأجد في هذه اللحظات اللي على خامس الأسماء. المركز الخامس وين؟ خامسا أتابع وأراقب الوصول والانطلاق مع خامس المراكز الحاضرين المتواجدين في هذه اللحظات. من يتقدم على المركز الخامس؟ هنالك الحضور والوصول من قبل عزام لرجل المفاجآت صالح بن محمد بن صالح بن نصرة العامري، مقدم لنا شعاره، مقدم لنا انطلاقة عزام على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، وهكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى. ولكن لنا عودة وين يا مخرجنا؟ وين لنا عودة؟ إلى راعي الواعية، إلى صاحب الشوط الرئيسي في هذا المساء، من افتتح هذا المساء بانطلاقة الواعية وانتزاعها للشوط الرئيسي في هذا المساء. نعود إلى شعار الفيلسوف حيث يقدم لنا وابل وانطلاقة وابل وتحديات هذا الشعار. هنا يتقدم، هنا ينطلق أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، مقدم لنا وابل بن حمدون بن حمدون بن حمدون، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا انطلاقة وابل على المركز الأول. المركز الثاني أتابع الختال، من يصل الختال
القتال من يتقدم وينطلق في هذه اللحظات. هنا ينطلق إلى المركز الثاني الختال خالد بن حمد بن صالح الغفراني المري، بينما المركز الثالث أجد الوصول، أجد الانطلاق والتسلل من قبل صفوان وناصر. يا ناصر، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدم لنا انطلاقة صفوان كينج السيوف، الشعار الذي يدل طريق الإنجازات وطريق السيوف دائما يتقدم في هذه اللحظات. مقدم لنا انطلاقة صفوان على المركز الثاني، المركز الرابع. أتابع الحضور وأتابع مكرم، مرحبا بك يا بن صنيتان، زايد بن صنيتان أنفيع العتيبي. مقدم لنا انطلاقة مكرم على المركز الرابع. خامسا أراقب، خامسا أتابع. ياهي من أسماء، ياهي من شعارات. اللي على المركز الخامس يتحرك شباب، ومرحبا بهذا الاسم، مرحبا يا ابو محمد. خميس بن محمد بن خميس بن عويضه المريخي من يقدم لنا انطلاقة شباب على المركز الخامس. هنا يتحرك على خامس المراكز خماسية ذهبية تنطلق في هذا الشوط، تنطلق وهنا تبدع في هذا المساء. ولكن وين وابل؟ وين وين بن حمدون؟ وين بن حمدون يشن الغارة إلى الإنجازات؟ بن حمدون يعرف هذا الطريق جيدا. بن حمدون من تردد اسمه دائما في جميع الميادين. هنا يتقدم هذا الشعار الغني عن التعريف، يقدم لنا وابل أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي الخيالي، مقدم لنا انطلاقة وابل. ولكن المركز الثاني يتحرك مكرم ليصل في هذه اللحظات، زايد بن صنيتان بن فالح نفيع العتيبي مقدم لنا انطلاقة وتحديات مكرم على المركز الثاني. المركز الثالث صفوان يتقدم، ويتقدم شعار كينج السيوف يتقدم في هذه اللحظات. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدم لنا انطلاقة صفوان، ومن يتابع هذه الانطلاقة المغامر دائما سعيد بن بط الزعبي. المركز الرابع، أتابع الحضور وأتابع الانطلاقة في هذه الانطلاقة. الواش الواش أحمد بن مبارك بن نايع المنصوري يقدم لنا الواش على المركز الرابع. شباب يتحرك على المركز الخامس ليتحرك خميس بن محمد بن عويضة المريخي. ولكن العودة وين؟ العودة إلى من لا يزال متحكم ومتشبث بالصدارة. هنا يتقدم الفيلسوف، الفيلسوف ليقدم لنا انطلاقة وابل. هنا الفيلسوف، هنا ينطلق مع هذا الشعار على المركز الأول. مقدم لنا وابل أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. المركز الثاني أتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات. وصلوا أبناء العاصمة، وصلوا أبناء العاصمة في المملكة العربية السعودية. هنا يتقدم مكرم زايد بن صنيتان أنفيع العتيبي، يقدم لنا مكرم على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الواش، الواش المنصوري الواش على المركز الثالث. يتقدم
يتقدم مالك الواش، هنا حميد بن مبارك بن نايع المنصوري على المركز الثالث والمركز الرابع، وصل صفوان ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، وكذلك القدوم من الشبل بن دري يصل راعي الشبل سالم بن احمد بن دري الفلاحي يصل. ولكن وين يا بن حمدون؟ وين يا بن حمدون؟ 1200 او الكيلو متر الاخير، الكيلو المثير، الكيلو الكبير، الكيلو اللي ما فيه رحمة، ما فيه رحمة ولا محنية، ولكن الله يا وابل يا وابل يا وابل، وابل من انطلق، وابل من هنا يعلن الفارق ما بينه وبين بقية المشاركين. انطلق احمد بن مطر بن ماجد الخيالي الفيلسوف، الفيلسوف في عالم الأصايل، يقدم لنا وابل كما قدم العديد 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 من الأسماء الكبرى التي كتبت بأحرف من ذهب، وهذا الكبير يكتب اسمه للتاريخ، يدون اسمه للتاريخ في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الغفير. وابل 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 يرسل السلامات عبر الحمام الساجل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أهالي رماح الليلة من الليالي الملاحة. يا أهالي رماح تهانينا والناموس لمالك وابل، لمالك هذا البطل أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي على هذا الانتصار والفوز. المركز الثاني وصل على ثاني الأسماء، أدهم لسالم بن أحمد بن دري الفلاح. المركز الثالث وصل صفوان لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع كان الحضور مع الواش حميد بن مبارك بن نايع المنصوري. المركز الخامس وصل سياف لفاران بن عتيق بن محمد البريدي المري. إذن تهانينا والناموس للفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، من قدم لنا وابل في هذه الانطلاقة. 12 دقيقة و42 ثانية و35 جزءا من الثواني. سلام يا وابل سلام على هذا الحضور. بينما جاء في المركز الثاني أدهم لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي، من قدم لنا أدهم على المركز الثاني. 12 دقيقة و54 ثانية و56 جزءا من الثواني. صفوان من جاء في المركز الثالث ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. 12 دقيقة و54 ثانية و74 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوطنا القادم ينطلق وبصوت الزميل سلطان السعيدي.